اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه، في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه، في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش فاهم حاجة. بتاع ده ازاي دخل هنا كده وتعلق كده؟ زي ما عرفنا ندخلها في أماكن أهم وأصعب من هنا بكتير يا رام. وانتوا بقى اللي ورا الموضوع ده؟ انتوا بتستهبلوا؟ في بيت رئيس الجمهورية؟ أنت مش قلت خلاص ما بقاش بيت رئيس الجمهورية؟ مش بقى هناك في القصر؟ وبعدين يعني الموضوع ما كانش صعب قوي كده. آه. قولوا بقى انكم كنتوا عايزين توصلوا لبيت الرئيس ولا كنتوا عايزين انا؟ احنا اصلا ما كناش ناويين نتكلم معاك في حاجه زي دي لولا انك فتحت لنا الباب. انا عاجبني موضوع خيال الظل، بس تبقوا مجانين لو فاهمين ان انا هقف ضد ابويا. ومين قال لك تقف ضد ابوك يا رامي؟ ومين فينا اصلا ضده؟ ما كل واحد فينا هنا انتخبه واداله صوته عشان يوصل للحكم. واللي انتوا بتعملوه ده اسمه ايه؟ اسمه ان احنا بنحبه يا اخي. بنحبه. عايزينه هو اللي يحكم البلد مش ناس تانيه هي اللي تحكم. اعتبرنا يا رامي انذار مبكر، جايين نحذر والدك سياده الرئيس من الخطر اللي هيبقى فيه لو استمر بنفس الطريقه دي. وانتوا فاكرين بقى نفرين زيكم هيعرفوا يعملوا الكلام ده؟ اولا احنا مش نفرين يا رامي، احنا مجرد خليه صغيره
جزء من الكل. ثانيا احنا بقى معانا عضو جديد. وصلت الحاجة يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، الحمد لله على سلامة حضرتك. وصلت الحاجة؟ يا فندم الهارد ديسك ده بايظ خالص، أنا بحاول فيه من امبارح. محمد مش عايز محاولات، عايز نتائج. مفهوم يا فندم. وعايز أفق ساعة وقت. حاضر يا فندم. اللي حصل لسمية ما يتقالش لهاشم جوه. مفهوم؟ ماشي. ممكن ندخل بقى ولا ايه؟ الحمد لله على سلامتك. انت مش متخيله الايام اللي عدت من غيرك دي عدت علينا ازاي؟ الحمد لله على سلامتك بابا. منى يا حبيبتي بالراحة، بابا لسه عيان. لا 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 لا، سيبيهم سيبيهم خالص، سيبيهم. أكتر حاجة أنا كنت مشتاق لها، كنت مشتاق لحضنهم أوي. أنا كنت خايف أحسن ما أشوفكمش برا تاني. بعد الشر عليك يا هشام، ربنا يخليك لينا حبيبي. بعد الشر عليك يا كان نفسي لما فوق الاقيكوا جنبي، حضنكوا كان وحشتني قوي. اكتر حاجه كانت كنت مشتاق لها هو حضنكوا ده. كنتوا صغيرين لما كنتوا بتسحبوا بسراركوا وتيجوا تناموا في حضني، واصحى الصبح الاقي اللي رجلي ببقي. عشان يا اخي عشان يا اولاد. هنفضل طول عمرنا محتاجين حضنك ده. توحشتنا قوي، توحشتني، توحشتني، توحشتني يا بابا قوي. انت مش متخيل احنا ازاي حاسين بالوحدة وبقينا خايفين من كل حاجة. ما بقتش معانا في البيت. فوحش قوي من غيرك، من غير ماما. أنا كمان محتاج لكم أنا محتاج لكل اللي بيحبني يبقى جنبي. أنا عارف، أنا عارف، عارف إن أنا تعبتكم، سببت لكم في مشاكل كتير، بس بس هو مين فينا ما غلطش. وعدكم والله والله ان انا اصلح الاخطاء دي على قد ما اقدر. الواد ماله ما يتكلمش ليه؟ ايه مالك؟ كويس يا بابا. مش باين انك كويس، في حاجة؟ لا لا، المهم ان احنا اطمنا عليك. انا اللي عايز اطمن عليك، وطمني عليك وعلى احوال اخبار والدتك ايه؟ ماما مش كويسة يا بابا.
ماما في المستشفى من امبارح. رامي انا قلت لك ايه قبل ما تخش لوالدك؟ انت تقول اللي انت عايزاه وانا اعمل اللي انا عايزه. انت لما تكلمني تقول لسيادتك، واوعى تفتكر عشان انت ابن هاشم الرئيس فده هيحميك مني. اخاف بقى، زي ما انت مريم الرئيس فانا رامي الرئيس. مريم بكلمه واحده من ابويا انت ممكن ترجعي مكان ما جيتي، وانت فاهمه كده كويس. الله، جميل قوي الكلام ده، عجباني شجاعتك قوي يا رامي. انا شايفه بقى ان انت تلف وترجع تاني تقول له ان الست والدتك لما راحت المستشفى اللي وداها عيل صغير كان معاها في الشقه. ايه ده ايه ده؟ انت ازاي تتكلمي على ماما كده؟ امال عايزيني اتكلم عليها ازاي يا حبيبه قلبي مامي؟ اعمل الشغل النحنحه بتاعتك اللي بتعمليه في الراديو؟ اسمعي يالا، اسمعي يا بنت انت، خلي ايامكم الجايه تعدي على خير وايام اباكم، عشان انتوا خلاص مش فاهمين خطه تانيه. انا المره دي حذرت ابوكم، المره الجايه مفيش كلام. اللي حصل ده اهمال جسيم، خلل امني رهيب. فين تقارير المتابعه الامنيه؟ ازاي ما عرفتوش انه مجهز كل ده؟ ازاي ما فكرتوش انه عنده مول انتحاريه وممكن يفجر نفسه في اي لحظه؟ يا فندم اللي حصل كان جنون ما نقدرش نتخيله. بناته كانوا موجودين معاه في الشقه وده اللي طمنا للاقتحام. ما تخيلناش انه ممكن يفجر نفسه. ما تخيلناش؟ يعني ايه ما تخيلناش؟ الكلمه دي اول مره اسمعها هنا. سيادتك اللي حصل كله كان فجأة يا فندم. فجأة؟ المفاجأة دي احنا اللي بنعملها، مش بتتعمل فينا. المفاجأة دي خسرتني ست رجالة، ست رجالة في غلطة واحدة. مش عارف، أنا مش قادر أحملك مسؤولية موتهم، وفي نفس الوقت مش قادر أعفيك من مسؤولية الخطأ ده. تقرير المعمل ما وصلتناش لحاجة؟ لحد دلوقتي لسه، بس عندنا في المعمل الهارد ديسك بنحاول نطلع من عليه أي معلومة. حطتوني في موقف سخيف قدام الرئاسة. يا فندم الهدف كان على علم بوجودنا. أعتقد إن في تسريب في المعلومات. اتفضل. يحكم بلد وفي حاجات كتيرة بتسخب عني، ها؟ ولما يكون الحاجات دي، لما يكون الحاجات دي لها علاقة ببيتي ما ينفعش أبدا تسخب عني. ما بقاش بيتك يا هاشم، سمية دي طليقتك، بيتك هنا القصر اللي انت فيه. سمية دي، سمية دي أم عيالي، عارفة يعني إيه عيالي؟ أغلى أغلى حاجة في دنيتي، واللي يمسها اللي يمسها يمسني أنا، أنا شخصيا. هاشم بيقولك، هاشم تعالى تعالى، جايلك رياض طيب؟ اسمعي، مش عاوز الرياض ولا زفت. اسمعيني كويس، انا رجعت، رجعت يا مريم، يمكن مش زي الاول بس دي حاله مؤقته. بس عندي عنانين وودان بيسمعوا ويشوفوا كويس اوي اوي طبعا اوي.
استاذ عمر. ايوه. تعال معايا. اتفضل. اتفضل. يا نهار اسود، انت عايز توديني في داهيه؟ جبتها منين؟ مين اللي اداها لك؟ واحد من التمرجيه الدهاني. اقول له لا، ده حتى ما يصحش يعني. طب هات. صدقيني ما يصحش. هات لو سمحت، هات هتوديني في داهيه. عرفتكم. استاذ عمر، ممكن حضرتك تمضي لي هنا؟ امضي لك؟ اه، مش حضرتك المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية؟ اه. صحيح، هو الريس عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله؟ اه الحمد لله. طب الحمد لله. انت حضرتك مش حاسبيني اقعد مع ابني شوية يعني قبل ما بعد الشر عليك يا فندم. اوعى تمضي لأي واحدة تاني في المستشفى. حاضر. عن اذنك. اتفضلي. قولي بقى، ايه اللي حصل لك يا حاج؟ شكلي كبرت، الشرب بقى بيتعبني. انا كل اللي انا حاسس بيه ان انا كنت جوه البار، خرجت من الباب ما حسيتش بنفسي. قالولي بعد كده ان في اتنين نقلوني هنا. بس انا قلت لك ما تخف شويه على نفسك، حصل بعضها. صدقني وحصل بعضها. المهم انا هقول لك على حاجه اهم من دي. عارف لما عرفوا ان انا ابوك وانت ابني بقوا يتسابقوا علشان يخدموني، امال ايه؟ نقلوني في القطه الجميله دي اللي احنا قاعدين فيها. قبل كده كانوا حاطيني في اوضه ايه؟ زباله. على فكره بلد دي مفتريه، ما بترحمش، ما بتعملش حساب غير للقوي. غير كده تتهرس كتير قوي، تهرسوا. اوعى اوعى يا عمر تسيب اللي انت وصلت له ده. انا عايزك على فكره، عايزك يا حبيبي تبص لاكتر من كده. خليك باصص فوق. اوعى اوعى تنزل رقبتك. ما صدقش المثل اللي بيقول ما تبصش لفوق لا تتكعبل. انا اؤكد لك ان اللي قال المثل ده على فكره لازم يبقى كسع. صحيح. عارف حتى لو اتكعبلت، اتكعبل وانت فوق يا عمر، أحسن ما تتكعبل وأنت تحت الرجلين. تنتس بالجزم، صدقني مش كده؟ كده ولا لا؟ ليها كده اهوت. انت بتعملي ايه يا مال؟ ها؟ بتعملي ايه؟ بحاول اعمل لفه جديده علشان الفت انتباه الستات. اصلا كانوا بيعلمونا في الدرس ان الخطيب ايه؟ يمسك سيف، يمسك عصايه، عشان يلفت انتباه الناس يقوموا يركزوا في الكلام اللي بيقولوه. انا بقى مش عايزه الستات يركزوا معايا في الكلام، اعمل لهم حاجات طويله كده يقوموا يبصوا على فوق ما يعرفوش انا بقول ايه. كنت لسه مش واثقه في نفسك بعد الدروس اللي خدتيها دي كلها. لا طبعا واثقه في نفسي، بس بيني وبينك اللي اعرفه
قليل قوي، واللي ما اعرفوش كتير، وهي مش عاوزه حد يحرجني، واحده كده تعمل لي فيها فلوطه مثقفه فاهمه وتحرجني بقى في الكلام وتسالني اسئله غريبه. اصل الستات دي بتحب الحاجات الغريبه، اول ما تشوف حاجه غريبه تروح مركزه فيها على طول. انا بقى اقول اللي انا عايزاه. خلينا في المهم. الشيخ فرحات بيكلمني وبيوصيني. يوصيك على ايه؟ الجماعه جايين الاسبوع الجاي وعاوزين الحاجه بتاعتهم. الاسبوع اللي جاي كده على طول؟ لا. طب احنا هنلحق؟ هنلحق باذن الله. وانصحك انك انت تعجلي الزياره لجمال. المنطقه هناك فقيره جدا ومحتاجه لمجهوداتنا حتى نقيم مجتمعا اسلاميا، وجيل يسلم جيل، وسيرتنا بعدها لا تنتهي ابدا. بسم الله ما شاء الله عليك. ربنا يبارك لك ويبارك فيك. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. حياة لا انا هعمل لك حاجة تاكليها. لا 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 ماليش نفس. مش عايزة اكل. يعني ايه مش عايزة تاكلي؟ لازم تتعشي علشان تاخدي تو. منى! منى! في يا ماما؟ مين اللي فضى البار؟ أنا اللي فضيته. ومين أذنك تفضي البار؟ محدش أذني، فضيته أنا ورامي، وهنشيله من هنا خالص. هنشيله من هنا خالص؟ أنتوا خلاص فاكرين إن أنا اتجننت ولا إيه؟ فاكرين إن أنا محتاجة مراعية؟ اسمعي ما أقولك، أنا أمك، فاهمة؟ والكلمة كلمتي أنا في البيت ده، فهمتي؟ طبعاً الكلمة كلمتك يا ماما، إحنا مش قصدنا حاجة. احنا شلنا عنك حاجه بتاذيكي. المره دي لقيتي حد يوديكي المستشفى. الله اعلم المره الجايه كان ممكن ايه اللي يحصل. وبعدين كفايه بقى اللي حصل لنا من ورا الزفت ده. انت جايه تحاكميني؟ جايه تحاكميني يا ماما؟ انا مش بحاكمك، انا عايزاكي تساعدي نفسك وتساعدينا اننا نساعدك عشان نعدي من الايام السوداء اللي احنا عايشينها دي. ازيك يا منة؟ ازيك يا أنكل؟ اتفضل. الحمد لله على سلامتك يا سمية. كنت مستني ترجعي البيت علشان اجي اشوفك واطمن عليكي. ما كانش ينفع اجيلك المستشفى عشان الشوشره وكده يعني. شكرا. منة حبيبتي، ينفع تسيبينا شويه؟ طبعا. تمام، مفيش حاجة، احنا كده كويسة من النهاردة يا ريس. أنا كويس من بدري يا رياض. أنتوا بس اللي شاغلين بالكم. معلش يا ريس، احنا ساعات كده بنبالغ، مننا خايفين على صحتك يعني. عموما أنا بشكرك على كل حاجة. أنا عارف أنت تعبت معايا الفترة اللي فاتت دي. بقولك يا رياض، الريسبشن بكره هيقدر هو يحضره؟ تمام، بس انا مش عايز اوصيكوا عليك هيئة. ما تقلقش. عن اذنكم. وعايزين نواظب على الدواء، مش معناه ان الحاله استقرت ان احنا ننسى الدواء. حاضر. سلام. مش عارف ايه لازمة الريسبشن بتاع بكره ده يعني. حبيبي ده مهم جدا. الريسبشن ده جاي فيه كل رجال الاعمال والوزاره كلها. خلاص بقى الكل لازم يعرف ان هاشم الرئيس راجع مكانه. ده غير ان هما كمان عايزين يطمنوا. يطمنوا علي. انا سامعه كويس. يطمنوا على اللي انت اتفقت مع طلعت عليه. إن القرارات اللي أنت خدتها هتتراجع فيها؟ أنا ما اتفقتش مع طلعت على حاجة، وأنا ما قلتش إن أنا هتراجع عن القرارات دي. هاشم، القرارات دي لازم تتراجع فيها ونسرب الخبر زي ما خدتها بالظبط وتسرب الخبر عنها. هاشم، إحنا شاكين في إن اللي حصل لك ده بسبب القرارات ديت. حبيبي
انت لسه في خطر، واللي حاول مره هيحاول مره تانية. احنا لحد دلوقتي ما عرفناش مين اللي عمل كده يا هشام. نجاني المره اللي فاتت ولا هيناجيني المره اللي جايه؟ بس مش صح. يعني ايه؟ يعني اللي سمعتي. اوكي حبيبي. لا يا سمية، مفيش حد بيحجر عليكي ولا على تصرفاتك. سمية احنا خايفين عليكي. خايفين عليا ولا خايفين مني؟ انتوا ماشيين ورايا ناس ليا يا كمال. خايف لهز العرش؟ ايه بس الكلام اللي انت بتقوليه ده يا سمية؟ بقول الكلام اللي انت جاي تقوله لي. انا مش جاي اقول لك حاجه، ومحدش ماشي ناس وراكي. الناس دي تبعي انا. ايوه انا مكلفهم بحمايتك. انت بتراقبني كمان؟ بتراقبني انا ليه؟ ليه؟ عشان خايف عليكي. خايف عليا تاني؟ خايف عليا انا؟ انت مش خايف عليا انا يا كمال، انت خايف على صاحبك واللي يرميني واللي يطلقني علشان كرسي، يعمل اي حاجه علشان يحافظ عليه. يعني الموضوع مش مزعج قوي بالنسبه له. وانت بقى متخيله يا سميه ان تصرفاتك دي ممكن تهز هاشم ولا حتى تهز العرش زي ما بتقولي؟ انت بتردي اللي حصل لك ده لمين بس يا سمية؟ على فكرة انت مش بتأذي غير نفسك واللي حواليكي. ولادك هم أول ناس هتتضر من اللي انت بتعمليه. ايه اللي أنا بعمله؟ ايه اللي أنا بعمله؟ بعيش حياتي. بعيش حياتي يا كمال. أنت مش واصي عليا علشان تكلمني كده. واسمع ما أقول لك. محدش يقول لي تعملي كده وما تعمليش كده. تقولي كده وما تقوليش كده، تروحي هنا وما تروحيش هنا، محدش فيكوا له دعوة بيا. أنا زهقت، تعبت خلاص، سيبوني في حالي بقى. لا 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 يا سمية، واضح إنك عايزة تهدي شوية. شوفي أنا همشي، ولو احتجتي أي حاجة كلمي. ألف سلامة عليك يا جيجي. أنا لازم أقول لك الحمد لله على السلامة. وحشتيني جدا. انتي عارفة ان الكارت اللي انتي بتلعبي بيه ده عاجبني موت. قوليلي بقى، انتي مخبية الحاجة فين؟ حاجتي
كفاكي. احنا كنا ساكنين مع بعض. مع بعض بس. ده احنا عملنا بلاوي سودا مع بعض. قولي لي بقى. الأمانة فين؟ اللي أنا وأنتي اتفقنا إنك تعمليه يا شيهان؟ فاكرة؟ مؤتمر شرم الشيخ ده كوم واللي عدى قبل كده كوم تاني. الحكومة كلها هناك وأكيد هيبوظوا الدنيا. عينك على هاشم. كمال بقى مش هوصيك عليه. ولو وقع في ايديكي اي حاجه عن اي وزير تاني يبقى خير وبركه. فهماني طبعا؟ ها فين التسجيلات؟ تسجيلات ايه؟ بصي يا جيهان، اللعبة اللي انتي بتلعبيها دي خطر جدا عليكي. احنا دافنين كل حاجة سوا. انتي عايزة تدفني لوحدك. فين التسجيلات؟ بجد بقى هنا حية. أنا مش فاكرة أي حاجة، مش فاكرة حاجة، مش فاكرة غير كلمة من هناك على صورة من هنا. أنتِ مين؟ جيهان؟ طب إيه ده؟ دشدش لك دماغك دي عشان تفتكري؟ هعمل كده. أنا خليتك بني آدمة، حطيتك في مكان عمرك ما كنت تحلمي بيها واطية. جاي تلعبي اللعبه النكسه دي عليا؟ لا 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 بلاش اللعبه دي عليا يا جيهان. مش هرحمك. البنت دي بنت كلب، عارفه حاجات كتير. اللي حصل ده مرفوض. سيادتك ما جيتيش هنا عشان تتخانقوا بالاسلوب ده. وانت جايبني هنا عشان افكرها. سيبني بقى افكرها بطريقتي. مش بالطريقه دي ولا بالاسلوب ده. انا مش عارفه. بجد مش عارفه. وقفت على القبر بتاعها ودلوقتي واقفه قدامي. جايز فقدت اعصابي شويه. انا بجد اسفه. شوف سيادتك هتعمل معايا ايه. بس أنا بقولك من دلوقتي يا طلعت، البنت دي تعرف حاجات كتير ولازم أعرفها. ما تتصورش إحنا كنا مفتقدينك قد إيه. الناس كلها قلوبها متعلقة بيك، بتدعي لك ربنا ينجيك. شاكر، شاكر يا عبد الجليل، متشاكر لكم كلكم. صدق مشاعركو كانت وصلاني وأنا في مهنتي. أنا متأكد أن ربنا سبحانه وتعالى عجل بشفائي بسبب دعواتكم. الحمد لله. الحمد لله. على فكرة يا ريس، المحنة اللي عدت دي عرفتنا الناس بتحبك قد إيه. الحمد لله. محنة الله لا يعودها إن شاء الله. شكرا يا فؤاد. شكرا. عن إيه سعادتك؟ اتفضل. قول لي أخبار الحزب إيه؟ كل حاجة ماشية مظبوطة يا ريس. عملت ايه؟ كله تمام. أحمد عمر جاهز، أنا فهمت على كل حاجة. كل حاجة. دكتور محمد. أهلا وسهلا. المدام. أهلا وسهلا. طبعا إذا حضرتك. أمل
ده يا ريس راجل؟ ده عملك الاسود. اسود ايه؟ ده بقى احمر واحمر خالص. الله الله، انت القعده هنا خلت دمك خفيف صحيح، بس يا خساره بوظت اخلاقك وما بقتش تفهم في الاصول. قوم اقعد تعالى وانت بتكلمني. عايز ايه يا حماية؟ ناس من الرئيس رجب نزل ايدك يا نزل ايدك جوازك من بنتي. خليك تنسى الاصول فبلاش منه احسن. المشاكل العائليه بتاعتك دي نحلها جوه مش قدام الرجاله. انا مش جاي احل معاك مشاكل، انا جاي اقول لك كلمتين. لو عايز تعمل عوا يا جمال اعمله براحتك، بس بعيد عن منطقتي وبعيد عن رجالتي. لو حد منهم نفسه ضعيفه هياخد جزاء وانطرد زي الجزمه. مفيش حد كبير هنا، فهمني يا جمال. يا رئيس رجب، رئيس رجب. عايز ايه يا بنت؟ الحق نوجه. نوجه وقعت من طولها. وعي يا ريس احنا مش هنخرج من الحفلة دي فاضيين، لازم سيادتك تقول لنا سبق صحفي. أيوة يا ريس، احنا حاجزين نص الصفحة الأولى والتانية علشان اللي هنسمعه من حضرتك النهاردة. الناس يا ريس عطشانة تسمع أي كلمة من حضرتك. حضرتك يا ريس لازم تطمن الشعب. أنا بخير ريس، صحته كويسة، طمنوا الناس، طمنوهم إن أنا براجع كل حاجة بنفسي. قريب أوي في حاجات مهمة هنعلن عنها ان شاء الله. ده اكيد يا ريس بخصوص القرارات اللي حضرتك كنت هتعلنها في اليوم المشؤوم ده. ده صحيح. طب يا ريس ممكن حضرتك تقول لنا امتى ناوي تعلنها؟ ايه الحكايه يا جماعه؟ بلاش نضغط عليه قوي كده، ده لسه تعبان. احنا النهارده هنا كلنا موجودين عشان نطمن عليه وعلى صحته مش اكتر. مش كده يا ريس؟ وبعدين الريس خلاص بيفكر دلوقتي ان هو يتراجع عن شوية قرارات هو كان أخذها قبل كده. كل اللي جاي جاي وياخد مكانه فرحه.
تتحكي ولا يفهموها الناس، بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس. مش كل ماضي بنعشقه، في ماضي لازم يتنسي ويتداس، وكفاية إنه تعاش وقت ما نسيبناش. أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس، بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس. مش كل ماضي بنعشقه، في ماضي لازم يتنسي ويتداس.